فلطت عليكم، الله فلطت عليكم يا كيزات، شيلوا شيلاتكم، والله إلا موت في بلدي. في البلد هنا إلا موت، لكن ما دام نحن يا طلبة، ما دام في مسلمين قاعدين في البلد دي، الكيزان ما بيتبجحوا. ما بيتبجحوا. ولساننا ده سلطة والله على أي زول، عشان كده إن شاء الله نحن ما نمشي الصلاة، لما نمشي الصلاة أي واحد مننا يرفع يده ويضرع لربنا. يتضرع لربنا يكون هذا اليوم يوم النصر المغتاب، اليوم يوم فرار الجبهجية، يوم انت فرجت هنا. انت بتقول لنا احنا قاعدين نجري، ويتذكر يومك الجريت هنا، يوم حرقوا معرضك اولاد دارفور، حرقوا معرضك جوا هنا، جريت والمصالح صايف طلعناها نحن دول، انا طلعت المصايف هنا، لما قلت هذا لما انت جريت وشلت الصاروخ، ونحن ما جايين نسيخ الليل، نحن ما جايين نسيخ، ولا جايين نسطوف، ولا جايين اي حاجة. نحن جايين نزعلهم مناقشة بالقرآن وبالسنة النبوية المطهرة، نمشي نصلي وندعو كثير، واليوم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ليكونن في الجامعة أصحاب الحق بإذن الله تعالى. فنقول لهم الويل لكم. الليلة إن شاء الله تسمع ذاك هنا في المحاضرة، وتسمع كلام عن هذا المجرم السفيه بتاع الكيزات من الله خلقك ما سمعته، ونحن نتحداهم من أوسع الأبواب ومن أعرض الأبواب، ونتحداهم من كل الجهات. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. من أمثال هؤلاء الرعاع، أمثال هؤلاء الهمج، بقية الكيزان، أسافلة الورى، شر الناس يا جبهجية يا أسافلة الورى، يا جميع من ادعى بدعا بلا برهان، اني لابغضكم وابغض حزبكم بغضا اقل قليله وابغاني. لو كنت اعمل مقلتين لسرني كي لا يرى انسانكم انساني. يا جبهجية اشعرتم يا جبهجية اننا غنج العيون وحكة الاجفان، اشعرتم يا جبهجية اننا غنج العيون وحكة الاجفان. نحن في كبود الجبهجية قرحة، أرجو فأقتل كل من يشناني، ولقد درست إلى كبار عنودكم، فصرعت منهم كل من ناواني. يا جبهجية، يا أسافلة الورى، يا جميع من ادعى بدعا بلا برهان. التنظيمات العلمانية والكيزانية في كل الجامعات السودانية جاية مع شوية ده. وما تفرح، أكان في بناية ولا بنتين حبانك في الجامعة وعامل فيها زرايب، أنت ولا السبت الدين مبارك ده، ما يعجبكم. نحن الله تبارك وتعالى أرشدنا في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة إنه نزل الجماعة لأن نزلهم، أنت عارف نزل كيف؟ تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال تعالى ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فكيف كان عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم فذوقوا عذابي ونذر. رايح جنهم عشوائي، ما يعجبك يا كوس،